الهدف من المشروع هو خلق دينامية ما بين شباب الضفتين، وكذلك الاحترام مجموعة من لي تيماتيك اللي هما تقبل الآخر، لا سوليداريتي، بوكو دي تيم. والهدف الثاني هو تجديد مكتبة دار الفتاة بيوغرا، لأن لقينا أن كاين واحد الميول عندهم المطالعة ومحتاجين بزاف الكتوبة والتجديد في ذاك الفضاء. وفي الاخير كنشكر جميع المشاركين والمشاركات معنا في هذا البروغرام، كنشكر توت لي بارتنير اسوسياسيون ميغراسيون ديفلوبمون اوسي سوليداريتي لايك اي ليكيب دو سنتر سوسيال دو سوليداريتي مارسي اي اوسي ليكيب دو لاسوسياسيون دانيماتور دو سافا. بالنسبة لي الفورماسيون ديال الميديا شي حاجة جديدة جربتها في حياتي، وصراحة استفدت منها بزاف ديال الأمور، واللي أنا أصلا انتيغيسي بهذا المجال بزاف، وصراحة قدرت أنني نعيش داك الشيء في حياتي. مثلا كما كيقولوا عشت ما وراء الكواليس، وقدرت انني نشوف لي ماتيريال اللي كيستعملوهم الناس لي بروفيسيونيل، وصراحه قدرت نعرف حتى البرامج اللي كيستعملوا. وبالنسبه ليا شي حاجه اللي فريمون زوينه، وكنبغي نشكر عثمان على هاد لاتولي اللي جا ودارها لينا، وكنشكر كاع الناس اللي ساهموا باش انه ينشئ هاد الشونتيي.